من ساعة أنا اتفرجت على كارتيروم مع الفرقة في كنت أنا دايما بحل خاتم اللعب، وأنا قلت أسلوب لعب كارتيروم لا يتماشى مع أسلوب لعب اللعب. ويمكن كان معايا كابتن سيد عبد الحفيظ في كابتن كبير هو التحليل، كابتن أسامة وكابتن ربيع ساعات كابتن أحمد صدري، كان وجهة نظري إن هو مش هيكمل معانا يعني أداء والفريق مع كارتيرون أعتقد ما أقنعش الكثيرين من متابعين النادي الأهلي منهم أنا. ما كنتش يعني مستمتع بالأداء. الأهلي كان بيكسب، بس كان بيكسب باسم النادي الأهلي، بدفعات النادي الأهلي، لكن استقرار مع أول هزة بين الفريق. وأنا شايف إن الهزة دي في صالح النادي الأهلي، يعني رغم إن هو خسر بطولة أو بطولتين، خرج بطولة ما أعتبرش بطولة عربية طبعا بطولة، لأن دي بطولة شرفية مش يعني مش مصنفة ضد من البطولات المصنفة، لكن في الآخر خسر بطولتين، بطولة عربية خسرها، بطولة إفريقية خسرها، والأهلي بيلعب على مركز واحد والمركز الثاني. لكن ده في صالح النادي الأهلي عشان مجلس إدارته وكل المهتمين بالنادي الأهلي يعيد ترتيب البيت. طالما أنا بلعب على المركز الأول لازم أعد العدة للمركز الأول من كل شيء، من كل شيء، من لاعبين، من كاس فني، من كل شيء.